حوان يينغ. مدام أهلا وسهلا فيكي بحلقة إريجينال من العاصمة الصينية بوكين، لأنه المخرج والمنتج طالبوا منا نعمل تور أوتير ديموند، يعني حول العالم برمي، نعمل حلقات من هون من المناطق لكل العالم. الليلة مدام الشيف أنطوان رح بيعلمك أشهى وأفخر طبق صيني بالعالم يلي اسمه نودلز بالبكبكيك. للي ما بتفهم صيني يعني نودلز بالدجاج. وطبعا هالحلقات عم ينبثوا عبر تلفزيون LBCI وعلى غلط. فإذا للنودلز بالدجاج مدام انت بحاجة ل بوترين دو بول. ليالي ما بتفهم شو معناتها بوترين دو بول، يعني صدر الدجاج. بتجيبي هالصدر هيدا، بتضيفي عليه الصويا صوص، ترجعي تفركيه مليح بايدك حتى هالصدر يصير مسخسخ. ترجعي بتجيبي 4 بيضات من هالحجم هيدا، تكسريهم وبتطرفين عيد مش بالمكنة. ترجعي فيكي تجيبي قرن حار بتقطعي وبتدفي فوق منهم، بس ما تكتري الحر، لأن إذا جوزك أكل منهم ما بيعود يتهدى، ما بيعود فيك الليل. وهلأ رح ناخد اتصال. ألو ألو بونسوار شيف. بانج يونغ سونغ بانج مدام. بونسوار شيف. بونسوارين. كتير مهضوم شكلك اليوم. عجبك اللوك تبعي؟ بجنن، كيف ما كنت مهضوم. ميرسي. شيف. عيونه. انا ما بجيب حر على البيت لانه بيعمل لي حساسية، بس جوزي كل يوم بيطلب مني اكل صيني وبيقول لي طالع جيب قرنين حار من عند الجارة، شو في اعمل حتى ما يعود جوزي يحب الحر هالقد؟ مدام اول شغلة فيك تعمليها انه جوزك رح يضل يحب الحر، بس انت لازم تشغلي في هالبطيخة اللي عندك وتصيري تحطي قرون حر بالطبخة احسن ما يضل يطلع عند الجارة ويركب لك قرون. وساعتين كان معكم شيف أنطوان من كسين، مع منكد من بكين.